السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم علي نورو في فيديو جديد. شوف هذا المقطع من البداية للنهاية، إذا عجبك المقطع اشترك بالقناة، وإذا ما عجبك آسف لأن ضيعت وقتك، وإذا شئت بيشترك بالقناة فعل جرس الإشعارات حتى يوصلك إشعار الفيديوهات الجاية. أكيد من العنوان أغلبيتكم عرفوا عن شنو الفيديو، لأن أنا يمكن آخر واحد حكى بهذا الموضوع. أنا دائما متعود من تصير أي حالة بالمجتمع أنتظر أشوف شنو السلبيات وشنو الإيجابيات منها، بعدين أطري حتى قراري ما يصير متسرع ورأيي ما أندم عليه بعدين. بين قوسين ما أحب أركب الموجة. الكل يعرف هذا الشخص اللي اسمه أبو علوش اللي طلع هاي المصطلحات وحجاهن ويا الأئمة، مو يا شخص عادي. فانتشرت مقاطعه بشكل كل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وناس قالت هذا يتعاطى مخدرات، وناس قالت خلن قتله، وناس قالت خلن منعه، وناس قالت هذا سخيف وهذا هيك وهذا هيك، وكل قطار ما شاء الله. لان اكيد لا تنسون احنا الملائكه دائما دائما احنا المنزهين من كل اخطاء، ومو بس هاي، لا احنا الشعب الوحيد اللي بالعالم اللي دائما ناخذ مكان رب العالمين، دائما ندخل هذا الجنه وندخل ذاك النار، متعودين كيفنا. طبعا انا مو مؤيد له ولا دا دافع عنه، بالعكس انا ضد هاي التصرفات. اكيد ويا الائمه ويا رب العالمين ويا الناس المقدسين اكو فد نوع من الرسميه لازم تصير، لان ذولا ناس سبقونا بهواي مراحل، سبقونا من ناحيه العلم، من ناحيه الدين، من ناحيه الاخلاق، من كل شيء، وذولا مثال للناس المفروض احنا نقتدي بيهم، فما يصير يعني عندنا ميانه وياهم، تعرفون شلون؟ ابو علوش طلع بفيديوهات يحكي ويا صور الائمه بميانة كلش عالية، واكو فيديو إله حاط هيدفونات ويحكي انه انا مشتاق لك يا حسين وش وقت اشوفك، ومن الكلام هذا يعني كلام هذا يخابر، فالعالم ضجت على هذا الشيء واعتبرته انه اساءة لاهل البيت واساءة للزيارة، لحد ما وصل الموضوع انه منعوه من دخول كربلاء بالزيارة الاربعينية. فهنا السؤال المهم، هل ابو علوش اللي طلع مصطلح كشكشني ومشمشني هو تهديد لقضية الامام الحسين والزيارة؟ السؤال راح اقول له علي ايش دخل التهديد بهاي السالفه؟ هسه راح اوضح لكم السالفه كلها. اي شخص مؤثر وممكن يهدد فلان منطقه او فلان مدينه او فلان دوله راح يدق له منع من عندها، يعني هذا شيء منطقي، ومن شيء انت ما تقدر تسيطر عليه وما تقدر تحتويه اكيد منع من الدخول لهاي المحافظه وخلص. واغلبيه الناس ايدوا هذا الشيء، ايدوا منع دخوله الى كربلاء. شوف انا لا مؤيد ولا معارض لهاي السالفه، راح احكي لكم رايي وبس. هل من المعقول ان كل الناس اللي اجوا مدينه كربلاء كلهم ملائكه؟ اكيد لا، هذا الشيء مو منطقي. يعني هسه ما نقول بس مثلا مناسبه الاربعينيه مناسبه حزينه، لا خلينا نروح مثلا اي احتفال بالعالم، كرنفال يجمعون به عدد كبير من الناس، اكيد بيهم زين وبيهم مو زين، هذا شيء منطقي. كواي ناس مو زينين بس ما يصورون فيديو ويسوون شغلات مو زينه، اكيد لا، بينهم بين نفسهم. فلا حد ينزه نفسه ولا حد يطلع انه هو فاهم قضية الحسين وانه هو حبه خالص لامام الحسين، لا حد يقول لي تدشوه المذهب ولا حد يقول لي تدشوه الزيارة. خلنا نحكي بصراحة شوية، ايش قد اكو من اللي راحوا مشاية اعتبروها السفرة ترفيهية، وايش قد اكو من اللي راحوا مشاية راحوا لان متوعدين يا بنات، وايش قد اكو راحوا من المشاية مجرد حتى يتونسون وياكلون ويشوفون بنات ويرجعون. اكو حد يقدر ينكر هذا الشيء؟ لا طبعا، لان هاي الحقيقة. بما انه هذا شخصية عادية جدا وشخصية خلي نقول انه ما عندها من الثقافة اللي تسعفها تطلع بفيديوهات وتسولف عن محبة اهل البيت، ما عندها نوع من الرسمية، حكت الطريقة شلون مثل ما نسميها لغة الشارع ويا رموز دينية عظيمة، فا اوكي بس هو يبقى شخص عادي، وكل هذا اللي صار ما اعتقد يسوى تدخل جهات قوية ومنع وكذا. انا ما اشوف هذا الموضوع يسوى، لان هذا الشخص ما يشكل تهديد ابد. انا مو ضد او معه، لكن الاجدر كان هاي الجهات المسؤوله تحتضن هذا الشخص وتجيبه وتسولف وياه بكل هدوء وبكل حب، انه تعلمه انه يابا ما يصير تحكي ويا امام الحسين، ما يصير انت تتلفظ بهاي الالفاظ ويا الزوار ويا اي شخص عادي، ما يصير تطلع بفيديو تسب الناس اللي دا تسبك. اكو نوع من الاحترام لازم يصير من تلزم الموبايل وتصور وتنشر على اليوتيوب، اكو لازم اكو نوع من الرسميه، محبه اهل البيت ما توصل بهاي الطريقه. صدقوني لو لاقي واحد هيك يسولف وياه ما راح ينشر هاي الفيديوهات. اذا هو كان يشوف نفسه فاحب اقول له استمر، صور الزياره، صور عن حياتك الشخصيه، روح المناطق وراوينا هاي المناطق وشلون نشوفها، لكن اول شيء حسن من كلماتك، يعني من الفاظك اللي تستخدمهن حتى تكون مقبول اجتماعيا. الناس اللي اشتركت بقناته خلال فتره قصيره جدا اللي قعدت تسبه وتحرض على قتله، وناس تقول هذا منعوه، هذا كتلوه، هذا راح يصير مثل تارا فارس، ومن هذا الحكي كله. بما انه هو دا يقرا تعليقاتكم، انا اعتقد لو كل واحد من عندكم كاتب له فد نصيحه كان تغير محتواه بدون كل هاي السوالف. كنا متروسين ذنوب، وكنا متروسين اخطاء، وكنا ناس عندنا جانب شيطاني وجانب ملائكي،
فلا حد يظهر بس الجانب الملائكي من عنده ويقعد يقول هذا يودوه للجنة هذا يودوه للنار. ماكو واحد بينا قسيم النار والجنة ترى. يمكن شوية سويتها هوسة عليكم بس راح اوضح لكم شنو رسالة هذا الفيديو. اذا كنت تريد تجيب شخص من غير ديانة وشخص من غير دولة تريد تجيبه للدولة مالتك او للديانة مالتك او للمذهب مالتك، لازم تجيبه بطريقة تخليه يحب هذا الدين يحب هذا المذهب، ما تجيبه بعدائية. ودائما نتعامل ويا الانسان على انه انسان بغض النظر عن اللون عن الدين عن المذهب عن الانتماء عن الدولة عن كل شيء. انسان حاله من حالك، ياكل يشرب يتنفس عنده احلام عنده طموح يسولف عادي عنده انفعالات فشيء بداخله يحب يعبر عنه، ترى حاله من حالك ضبط. تطرف والتعصب لمذهبك او دينك ترى هذا الشيء ما راح يضر المقابل بس راح يضرك انت هم، راح من وراك بسبب شخص واحد انكره مذهب كامل او دين كامل او دوله كامله انكرهت بسبب التعصب والتطرف. اذا شخص كان يخطا من داخل مذهبك يخطا بتعبير عن حب المذهب اجيبه قاعده اسولف وياه انصحه، صدقوني بعد يستحي يطلع يحكي بطريقه مو مهذبه. انا متاكد لو ابو علوش جايبه فد شخصيه دينيه مرموقه بالمجتمع وفد جهه مسؤوله حكوميه ومقعدين ومسوين فيديو يابا ما يصير تحكي هيجي ما يصير هيجي تقول هالطريقه بالتعبير عن حبك للبيت غلط، لازم تحكي بفلان طريقه ويفسحوا له المجال يصور مثلا من داخل الحضره، صدقوني راح يستحي يحكي بهاي الالفاظ. انا متيقن مو بس متاكد انه لو كلنا نستخدم هاي الطريقه بالنصيحه وبالكلام ويا الشخص المقابل الغلطان راح يتحسن من وضعه. بس اذا سوينا كل هذا الشيء وياه قعدنا نصحناه حكينا وياه بحب وتسامح واحترام وما فاد به همله عوفه خلاص، انت مو تقعد والله هذا الشيء مو زين هذا الانسان مو زين ويشارك فيديوهاته هذا الانسان مو زين ويشجع سوينا فيديو بعد. بالعكس نصحه ما كنسان ترى بالنصيحة من مجموعة كاملة تنصحه نفس النصيحة راح ياخذ بيها لأنه راح يشوف نفسه نشاز بالمجتمع. قلت لكم إذا هذا كله ما فات خلاص عوفه أكو رب يحاسب، أنت كل اللي عليك حاسب نفسك وبس، ترى أنت مسؤول عن نفسك وبس. نهاية الفيديو أحب أقول طالما الناس قاعد تتحرض على الكراهية والحقد والقتل على أي شخصية تشتهر بمواقع التواصل الاجتماعي في فترة معينة، معناها إحنا نلطي عذر للمجرمين والقتلة إنه يقتلون هذا الشخص، وراها راح نرجع نصور فيديوهاتنا المعروفة طبعاً. والله خطية كان على فطاريته، شوف والله ليش يقتلوا ليش؟ الله ينتقم منهم، الله ينتقم منكم. انتوا اللي حرضتوا على قتله وانتوا اللي تتحرضون على كراهيته، عفوا هاي السوالف بطلوا بعض. اسف لان طولت عليكم بالكلام، اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات حتى تشوفون الفيديوهات الجايه، وتشوفون الفيديوهات السابقه، لا تنسون تخلونا لايك وتعليق حلو، شاركونا رابط المقطع ويا كل اصدقائكم حتى يوصل لاكبر عدد ممكن. اللي يحب يتابع يوميات على الانستغرام، رابط الانستغرام موجود بالوصف اسفل الفيديو، اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.